فين وهنا فارس تبقى مروق يا امي على اختك وتطمن عليها. ليش شو بها؟ لا لا ما بها شيء. في شيء امي؟ ايه في. كانت عندي عم تشكي لي عليك انك عم بتتعب جوزة بشغلك وانه ادهم عم بيغطي على غلطاتك الكتير. بعده جوزة عم بيتأمر يعمل راس عليك امي؟ ايه بعده بس ما بدي اعطيها. انا بطلت فرقة معي من مال لاني عم بعرف حالي منيح شو عم بعمل. الله يحميك يا امي. بدك تقلي شو بك؟ نامي صفية نامي.